ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو تحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي. أهلا بكم أستاذ لبيد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. كيف تفسرون إصرار الطلاب على استكمال أهداف الثورة بإصرارهم على الخروج رغم كل هذا القمع المرتكب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب بالحقيقة هم جزء حيوي من المجتمع العراقي، والطلاب هم عبارة عن الشباب، الطبقة الشباب، وهم طبقة المثقفين الثوريين. وتاريخ الحركة الوطنية العراقية بصورة خاصة والحركة الوطنية في كل أنحاء الوطن العربي كان يشكل على عمودها الفقري الطلبة، لأنه الطلبة هم أكثر حساسية لكل المتغيرات، وهم أكثر حماسا، وهم أصحاب دماء ساخنة، ولهم مصلحة في عملية التغيير وتطوير البلاد وتطوير المجتمع. لذلك فالتجاوب، هذا التجاوب العالي المستوى من قبل الشباب مع المتظاهرين مع الثورة القائمة في العراق مسألة طبيعية، رد فعل طبيعي. وهذا من ناحية. من الناحية الأخرى، أكثر المتضررين من العملية السياسية الحالية والنظام القائم الآن هم الطلبة، لأن هذا النظام هو عبارة عن جهلة متخلفين، وهذا النظام هو جاء من أجل أن يشق النسيج الاجتماعي العراقي ويعود بالعراق إلى العصور الوسطى، نظام متخلف. والعملية التعليمية كما نعرف شهدت تراجعا كبيرا في العراق نتيجة مجيء هذا النظام القائم. نعم. والطلبة فقدوا مستقبلهم، من الآن يعرفون بأن الخريجين الأجيال التي تخرجت قبلهم لم تجد عملا وأصبحوا عاطلين على العمل، وهذا المصير هو ينتظرهم هم الطلبة أيضا. لذلك يجب أن كان لزاما عليهم أن يتعاضدوا ويكونوا جزءا من هذه الثورة. هم ليسوا معضلين، وإنما هم جزء حيوي من هذه الثورة القائمة والتي لن تنتهي إلا بعد تحقيق أهدافه. أستاذ لبيد، هذا الإصرار والاستمرار أيضا قُبل من القوات الحكومية والميليشيات بقمع وعنف مفرطين، إلى أي مدى تظن أن هذه الميليشيات والقوات الأمنية وصلت إلى ذروتها في استخدام العنف في الشارع وتلعب بآخر أوراقها؟ نعم، هذه الحكومة المجرمة تطور عمليات القمع وأساليب القمع كما نعرف، بدأت بالغازات المدمعة ثم طورتها إلى الإطلاقات النارية الحية، ثم بعد ذلك استخدمت عصابات السكاكين والبلطجية، واستخدمت القبعات الزرق عندما زجتهم مع المتظاهرين واندسوا معهم وتفاعلوا معهم وبعد ذلك انقلبوا عليهم، واليوم تستخدم البنادق الصيد. هذه العمليات، تطوير هذه العمليات إن دل على شيء إنما يدل على إفلاس هذه الحكومة. يحاولون بشتى الوسائل أن يكسروا إرادة المتظاهرين، وسيعجزون عن كسر إرادة المتظاهرين، لأن إرادة المتظاهرين فولاذية، والمسألة بالنسبة لهم أصبحت مسألة حياة أو موت. لن يعودوا، لأن عودتهم تؤدي إلى انتحار، هي عبارة عن انتحار بالحقيقة. الثورة قائمة وسينتصرون، والنظام الحالي يتعب وينهار يوما بعد يوم، وسوف يسقط. السقوط هذا النظام حتمي. نعم. لا غبار على هذا الكلام. نعم، باعتباركم أشرتم لاستخدام بنادق الصيد أستاذ لبيد، كيف يفسر استخدام مثل هذا النوع من الأسلحة، وذلك رغم تحذيرات الكثير من المنظمات الحقوقية من خطورتها؟ طبعا استخدام هذه الأسلحة هو استهتار، حقيقة استهتار بأرواح المواطنين، لأن هذا السلاح، البنادق، ما يسمى الكرات المعدنية أو الصجم، هذه كل إطلاق، كل خرطوشة تحتوي على أكثر من 30 كرة بمختلف الحجوم، وهذه الكرة تخترق الجلد وتخترق عدة سنتيمترات من الجسم وتؤدي إلى إصابات. الميزة بهذه الخراطيش أنها تصيب، كل خرطوشة يمكن أن تصيب عدة متظاهرين في وقت وفي خرطوشة واحدة، وهذا ربما يسبب ترويعا في صفوف المتظاهرين، لكن المتظاهرين كانوا صامدين ولم
تتزحزح أو تنكسر شوكتهم، بالعكس هم ازدادوا صمودا. هذه العملية بالحقيقة عملية خسيسة وتدل على جبن القوات الأمنية والميليشيات التي تتعارض فيما بينها من أجل ارتكاب هذه المجازر. نعم، منظمة العفو الدولية من جهتها كانت قد أعلنت اليوم عن قتل القوات الحكومية والميليشيات لأكثر من 500 متظاهر. ما مدى أهمية مثل هذه التقارير الدولية التي تدين هذه الانتهاكات المرتكبة؟ منظمة العفو الدولية إدانتها تتميز عن الإدانات التي تصدر عن الجهات الأخرى الرسمية كالدول أو حتى الأمم المتحدة، لأن إدانات الأمم المتحدة بالحقيقة وحتى السفير البريطاني إداناته إدانات هلامية وتتوجه ضد مجاهيل. إدانة منظمة العفو الدولية سمت المجرمين بالاسم القوات الأمنية بالإضافة إلى الميليشيات، ميليشيات الحشد الشعبي. وهذه تقارير مهمة جدا ويجب أن يستفاد منها، يجب على كل الحقوقيين وكل الناشطين أن يستفيدوا من هذه التقارير لتقديمها إلى الأمم المتحدة، لأن هذه التقارير ستشكل دعما للمطالب المتظاهرين بتوفير حماية دولية لهم. المتظاهرون الآن بحاجة إلى حماية دولية وهم محقون بذلك. يجب أن تتحرك الأمم المتحدة استنادا إلى تقارير المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية باعتبار أن لها مقعدا في الأمم المتحدة. أصبح الآن لزاما على الجميع، القوى السياسية وكل الناشطين والحقوقيين، أن يتحركوا باتجاه توفير حماية دولية للمتظاهرين. ولذلك رفع المتظاهرين في الساحات الكثير من المناشدات لمنظمة الأمم المتحدة التي استجابت ببيان عن أدانت فيه استخدام بنادق الصيد. إلى أي مدى تظن أن مثل هذه التقارير من منظمة العفو الدولية على أهميتها يمكن أن تحرك الأمم المتحدة وحتى المجتمع الدولي لحماية المتظاهرين السلميين من هذا القمع المرتكب؟ هذه التقارير جدا مفيدة وهي خطوة متقدمة بالحقيقة وخطوة جيدة على طريق نقل القضية إلى الأمم المتحدة. أما إدانة الأمم المتحدة بالحقيقة فهي غير كافية. إدانة الأمم المتحدة أدانت عملية القتل، والحقيقة حتى العصافير تدين عملية القتل أو استخدام بنادق الصيد، لكن يجب على الأمم المتحدة أن تسمي المجرم، تسمي القاتل الذي استخدم هذه الأدوات القاتلة والقمعية. منظمة العفو الدولية بحاجة إلى مساعدة المتظاهرين أنفسهم. طبعا المتظاهرون يجب أن يشكلوا لهم لجنة خاصة، لجنة حقوقية خاصة تمثل كل ساحات التظاهر، كل ساحات الثورة. أنا الأوان تأخر بالحقيقة وكان يجب أن يقوموا بهذه الخطوة منذ أكثر من شهرين. الآن منظمة العفو الدولية بحاجة ماسة إلى تكاتف المتظاهرين وتوحيد صوتهم وإنشاء منظمة خاصة بهم أو هيئة ناطقة باسمهم وفيها تفرعات، فيها ممثل عن حقوق الإنسان، فيها ممثل العلاقات الخارجية، فيها ممثل قوة التنظيم التظاهرات، لجنة مشتركة تنبثق عن توافق بين كل ساحات التظاهر. هذه اللجنة تقوم بدور التنسيق مع منظمة العفو الدولية والمنظمات المشابهة وكذلك الأمم المتحدة وحتى دوليا تحرك على الدول الدائمة في مجلس الأمن من أجل إسماع صوت المتظاهرين. هذه طالما كانت هذه المسألة مفقودة تبقى العملية عرجاء. عضو تحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة مالمو السويدية، نشكركم.